أنا مبسوط أوي إنك وافقت تقابلني يا نوح. أنت سامعني يا نوح؟ أرجوك خليني أستمتع بصوت خوفك. أنت عارف إن ده من أحلى الأصوات اللي بحب أسمعها، بعد صوت المزيكا والرصاص وصوت الموت. بحب قوي اسمع صوت الخوف. انا مش خايف، انا بس مستغرب. مستغرب مني؟ كنت متوقع انك هتخش تشوف زين العشماوي بدله سكارف ماسك في ايد سيجار واليد التانية بلعب قطة على حجري، مش كده؟ بصراحة من كتر الأساطير والحكايات اللي بسمعها عن سعادتك اعتقدت كده. الأسطورة عشان تبقى أسطورة لازم محدش يتوقعها، ما تجيش في دماغ أي حد. أحكي لك حدوتة؟ أرجوك قول لي الأول، إيه رأيك في المكان؟ المكان غريب أوي، كنت متخيل إن سيادتك هتقابلني في فيلا في قصر يخت مثلا. أنا بحب أقابل ضيوفي هنا، المكان ده عزيز أوي على قلبي، ليه ذكريات معايا جميلة. نرجع للحدوتة، كان يا مكان زمان المكان ده كان محل لعب أطفال، وكان فيه ولد صغير غلبان كان نفسه يخش يلعب زي بقية الأطفال، بس معهوش فلوس، اشتغل وحوش وجه صاحب المكان مرضاش، قال له انت متبهدل هدومك وسخة امشي اطلع بره، وضحك عليه العيال. تفتكر الولد الصغير عمل ايه؟ بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، اشتغل وكافح وعمل فلوس كتيرة قوي واشترى المكان؟ لا، قتل. ميزة كبيرة قوي لما يبقى ما عندكش حاجة تخاف عليها، خصوصا لما يبقى اللي قدامك عنده حاجات كتير يخاف عليها ونفسه يحافظ عليها. بس يا سيدي، ومن يومها المكان بقى بتاعي، وبحب قوي اجي هنا عشان العب واجيب شويه ناس تلعب معايا. بتعرف تلعب؟ احاول اتعلم. تتعلم؟ دخلت الامتحان ولسه عايز تتعلم؟ نتعلم. اتعلم. الامتحان ابتدى، لو سقطت هتلعب معايا بشروطي، ولو كسبت هتلعب معايا بشروطي. تعالى ملعب يا سيف. السؤال الاول، انت ليه عايز تاخد مكان عيلة العطار في سوق السلع؟ عشان مفيش حد من عيلة العطار موجود. اجابة غلط. انت اللي بعدت عيلة العطار عن مكانهم عشان كانوا واقفين قصاد اللي انت عايزه والناس اللي انت عايز تبيع لها. انا صحيح ما يهمنيش مين يشتري، لكن زين كان يهمني، وعشان كده كنت بحترمه انه عارف حدود اللعبة، وده اول درس لازم انت تتعلمه. لازم كمان تعرف إن اللي يجي على عيلة العطار ويزعلهم يزعلني قبلهم. ربنا ما يجيب زعل إن شاء الله. السؤال التاني، أنت عايز إيه بالظبط؟ أنا سيادتك مش عايز أوصل. هنكذب؟ كلنا عايزين، وكلنا عايزين نفس الحاجة، بس بنتكسف نقول كلنا عايزين الفلوس. فلوس؟ في ناس بتخسر صحابها عشان الفلوس، قصص حب بتنتهي عشان الفلوس،
حروب بتقوم، جنود بتتقتل، ستات بتترمل، اطفال بتتيتم، كل ده ليه؟ عشان الفلوس. المشكله ان احنا بنقعد نجمع في الفلوس عشان نعيش كويس، وبعد ما نجيب الفلوس بننسى نعيش. انت بقى عايز الفلوس ولا عايز تعيش؟ الاثنين. يبقى عايز الفلوس. يبقى بعد كده لما اسالك عايز ايه ما تقوليش مش عايز حاجه. هو عارف انا اسمي نوح ليه؟ انت تعرف انا سموني نوح ليه؟ في الحياه سيادتك ما حصلش الشرف. انا سموني نوح عشان اللي بيفضل على سفينتي هو اللي بيعيش بعد الطوفان. انت بقى شايف انك تستاهل تكون على سفينتي؟ باذن الله تعالى هستاهل ان شاء الله. كويس. ويا ترى قررت تكون انهي حيوان؟ يا نوح ما ينفعش. وقتك انت وسقط يا نوح. انا تعبت قوي عشان اوصل اللي انا فيه، وتعبت قوي عشان اوصل للشركه، وعشان اوصل لك. كويس. مين قال لك ان اللي بيتعب هو اللي بيوصل؟ مش دايما اللي بيتعب كسبان، كسبان هو القوي. سيف العزازي مش هيتحرك خطوه واحده قدام. عشان خاطري ارجوك جربني مره واحده، وانا هعمل اي حاجه انت عايزها مني. وقتك انت. الفيران أول حاجة بتنط من المركب، عشان كده لا يمكن يبقى عندي فيران على سفينتي. بعد كده أما أحب أبلغك حاجة هبعت لك مع ليلى. والمرة الجاية لما تحب تقابلني، لو في مرة جاية، لازم تجيب معاك كبير من عيلة العطار. يلا. يلا. ليه بقى؟ ده ما شافنيش. كويس قوي انه عرف يشوفنا انا. كمل لي بقى الحكايه اللي كنت بتحكيها. انا لحد اللحظه دي ما عرفاش اصدقك يا عمار. انا نفسي ما كنتش مصدق رواية لحد ما رحت مصر وقابلته. طب هو حكى لك حاجه تانية؟ قال لك امك منين؟ من انهي بلد؟ اتجوزها فين وامتى؟ قال لي ان امه ماتت من زمان، بس ما اعرفش ليه انا ما كنتش مصدقه. وش معنى صدقته لما قال انك ابني؟ عشان هو مش مجبور يقول كده يا رويل. محدش هينسب ابنه لنفسه لو كان ابنه بصحيح. عمر ده مبقاش موضوعنا. كده كده العموديه ما بقتش لحد فينا. وانا اسف ان انا ما عرفتش انفذ وصية عم عبد القادر. انا مش مصدقه انهم كلموني وقالوا انهم اختاروا عمده جديد. اكيد وفيق المحمدي. اتفضل يا عمده. الحمد لله على السلامة يا حسن. نورت بيتك يا حبيبي. الله يسلمكم. منور بصحابه ياسمين. كنت عارفة إنك مش هتسيبنا لوحدنا وهترجع لنا تاني. الخلافات اللي ما بيننا حاجة، وعداوات مع الناس حاجة تانية خالص. وبعدين من الواضح إن هم مش هيسيبونا في حالنا غير لما كلنا نتحد ونبقى مع بعض. صح. هم عارفين إن إحنا لما نتفرق يبقى أسهل ليهم يقضوا علينا. عشان كده رجوعك ده هيخلي اللي باقي من العيلة يقفوا تاني مع بعض. كلام حضرتك كان صح من الأول. الموضوع أكبر من الضرب كتير، واللي بيحصل دوت مش طبيعي. متعب بالقادر، وكمان محدش عارف أراضي عم سليم فين، وصالح ربنا يكون معايا ما بين الحياة والموت. محدش عارف أي حاجة عن فارس ومراته. أكيد كل ده مش بالصدفة. من واضح إن المركب بتغرق، وأنا هفضل أشد فيها حتى لو هغرق معاها. زين كان دايما يقول لي إن أنت مش زي باقي ولاده. ساعات كان كلامه بيضايقني، بس لما عرفتك كويس عرفت إن كان عنده حق، وندمت اني ما ربيتكش مع ولادي. ايه بقى لزوم الكلام ده دلوقتي؟ ملوش لزوم. واللي الايام بوظته الايام برضه هتقدر ترجعه تاني. انا دلوقتي بس نفسي الاقي امي، عشان ما اخسرش حضنها زي ما خسرت حضن ابويا. وان شاء الله بعد ما اخلص اللي احنا فيه هرجع ادور على عيلتي من تاني. احنا عيلتك يا حسن.
تفعلوا؟ ايه جيهان، اسمعيني منيح. خير يا سراج؟ نعم. انت لازم تتركي القصر هلا، في ناس بدهم ينهوا حياة عائلة العطارين كلها. ايه؟ انا مش فاهمة ايه انت بتقوله ده، عايز ايه؟ خدي معك اغراضك المهمة، انا طبعا رح حاول اني احميكي. سراج، الو الو، مش فاهمة سراج، دول ان في ناس عايزين يقتلونا وفجأة سمعت صوت رصاص. طيب طيب ايه، ما تقلقوش انا معاكم. خير يا مريم؟ في ايه؟ فارس. طيب اطلع على فوق، انا اتصرف. يلا يلا يلا، اطلع اطلع. خير يا فندم. شرف كبير ليا اني اقابل حضرتك. طبعا انت مستغرب اني قابلتك بنفسي، بس للضروره احكام. احنا طبعا عارفين اللي وصلت له، وفاهمين كويس قوي قد ايه انت تايه، محتاج تعرف حاجات كتير. تديك تلات أسئلة أجاوبك عليهم وتمشي، بس أنا عايزك تختارهم كويس. أنا عارف وقت حضرتك طبعا، بس يعني سيادتك مش شايف إن تلات أسئلة دول قليلين على موقف زي ده؟ كده فاضل لك سؤالين. وأنا غلطت في إيه سعادتك؟ هو ده سؤال كويس. غلطك إنك معرفتش أنت مين. إحنا في الجهاز هنا مختارينك من بين ألوف، وإنتوا قبل ما تحلفوا اليمين كل واحد فيكوا فاهم إنه ممكن يموت وأهله ما يعرفوش. إحنا بس اللي الميت هندعيله ونترحم عليه، يعني مفيش ناشين، مفيش جنازات عسكرية، مفيش أسماء على الشوارع. المفروض إنك اتعلمت في الجهاز إن قلبك ما ينفعش يصحى لحظة واحدة، لأنه لو صحي أنت هتموت أو هيتسبب في موت حد من زمايلك، بس أنت نسيت اللي اتعلمته. أنا ما حبيتش ياسمين عطار. أنا عارف، أنا عارف إنك ما حبيتش ياسمين العطار. حبيت اللعبة، حبيت القصر، حبيت إياد يا مازن. قول يا مازن، أنت بعد ما اتصبت في خطف ياسمين كنت عايز تسيب العملية، وبعد هاشم ما عرض عليك العرض بتاعه رجعت وافقت. عشان ده كان اتفقنا من الاول ان انا عايش وسطيهم وكاني منهم، عايش زيهم، اشتغل بجد، بكسب بجد. مش بقول لك انك حبيت اياد يا مازن؟ انا عايز اكمل. انت هتكمل، بس المرة دي بقى مفيش فرصة إنك تلغي العملية، لأن إحنا في العملية أهدافنا كبيرة. إيه هي الأهداف دي؟
أنا هقول لك أهدافي إيه، بس قبل ما أقول لك هفكرك بالحكاية من الأول، هنجيبها من ورا لقدام. أنت يا مازن بقيت من عيلة العطارين بشكل رسمي، بقيت في الشركة بشكل رسمي، اتجوزت بنتهم، هاشم زرعك جواهم، اللي احنا اصلا زارعينك عند هاشم على انك ابن حازم الفرماوي اللي مات في امريكا من زمان. المعلومة دي سربناها للي هو محسن، وهو بقى سربها لهاشم ولزين. اللي مات مات يا مازن، واللي مات ما بيرجعش، بس احنا بقى هدفنا اللي عايشين. احنا عاوزين نتفرج من جوه اللعبة مش من بره. الهدف اللي زرعناك بيه من الاول في العيلة بسببه لازم نفهم مين اتقضى عليه ومين لسه واقف على رجليه، ومين اللي اتقضى عليه ومن مصلحتنا نوقفه تاني على رجله، ومين من مصلحتنا نجيبه الأرض. الأهداف الجديدة إنك تكون جزء أكبر من تجارة السلاح، تعرف كل حاجة بتدور في القصر، تعرف إيه علاقة الكفر وعيلة العطار هناك وباقي العائلات بتجارة السلاح. الأيتام اللي في النوبة إدارتها، والمخازن اللي بتأمنها، الشركات والبورصة، السلاح اللي بيدخل إزاي ومين ومنين بيدخله. عايزك تعرف ازاي اللعبة كلها بتدور وبتكمل بعضها، مين الحصان الخسران ومين الحصان الكسبان. استغرب ليه يا حسن؟ ده انا اللي المفروض استغرب انك هنا. انا جاي الحلاله اللي بتوع يحيى. غريبه. ده انا كمان جيت عشان الحق العيله اللي بتوعها. خلاص. نلحقها سوا. بس الكرسي ده ابو علي ما بيشيلش غير واحد بس. تقتل اخوك يحيى؟ ما هي الحكايه كده يا ابو علي؟
اللي اتظلم في حياته بيتظلم في مباته برضه. وانا وانت اتظلمنا كتير. بس انا ما عنديش استعداد اموت النهارده. وليه حد يموت؟ عشان حد يعيش. واللي بيتظلم ما بيظلمش. بلاش تظلم نفسك وتظلمنا كلنا معاك. ما بتشيلنيش انا حمل السنين اللي فاتت. واشيله انا ليه؟ واشيله انا كمان ليه؟ عشان في حد لازم يشيل ابو علي. بل اللي شايف ان اللعبة دي خلصت. ما خلصتش ومش هتخلص دلوقتي. مفيش شجرة بتتشال من جذورها بالسهولة دي. والعطارين جذورهم ممدودة لسابع ارض. واحنا لازم نبقى جاهزين للحرب اللي هتحصل. الجزء التاني من مهمتك بدأ.